إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الأوقات هي أوقات الفتاوى. كنا نتكلم عن العلم وأهمية العلم، وأن الأمة بأسرها تحتاج إلى عالم فقيه مدقق محقق، لا سيما وأن الله تعالى قد رهن بقاء الأمة بوجود علمائها ونجاة الأمة بوجود علمائها، وإن ذهاب العلم لا يكون إلا بقبض العلماء، كما قال ابن عباس عندما دفن زيد بن ثابت، قال: تسألون كيف يذهب العلم؟ يذهب العلم بذهاب أهله. وأبو هريرة لما بكى قال: هنا دفن علم كثير، لعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. نبدأ بالمسائل لو هنا. نعم، فضيلة الشيخ يقول: لك مني اليوم خبر سار جدا، الله يدخل عليك السرور ويسعدك ويحسن إليك، ونسأل الله جل وعلا أن يهمنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. أسأل الله أن يكون خبرا سارا حقا برضا الله جل وعلا. جزاك الله كل خير. أمي وأبي صلاتهم في المساجد مو صحيحة بين المصلين، فروقات كثيرة. نعم، يعني هو عامة سد الفرج الجمهور على أنها مستحبة، والظاهرية على أنها واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. لكن لا تبطل الصلاة بوجود الفرج، لا تبطل الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يحفظكم وأن يشكر لكم، وأن أستبيحكم عذرا على تأخيري، فسامحوني بالله عليكم. نعم، هل يجوز أن نصلي وياهم؟ نعم، تصلي معهم، قلت الفروقات وعدم سد الفرج لا تبطل الصلاة بها، والعلماء يقولون خالف الأكمل. جمهور العلماء الظاهرية يرون أنه يعني قد وقع في اسم في ذلك، لكن الصلاة في كل أحوالها صحيحة. ما حكم رؤية الميت في المنام؟ لعله يكون على حالة طيبة. علشان أسف. الله يحفظكم من كل سوء. أرسل قرض من البنك بفائدة صفر، الحلال؟ ما هو قرض من البنك صفر، هذا كلام لا تجده إلا في كوكب المريخ. لا يمكن أن ترد قرضا من البنك بدون فائدة صفر. هذه كما قلت لك، إما أنك تحلم وتكلمني، أو أنت في كوكب المشترى، فانزل إلى كوكبنا حتى نتكلم معا في هذا الباب. رأيت في المنام أني أصلي ثم غبت في نومي وعدت للنوم فرأيت أني أصلي مرة. عامة هذه فيها خير لك وتكفير السيئات. والله يا شيخ، ما أنا بسمع كلام والدتي وبعمل كل حاجة ترضيها، وهي بتدعي كتير بس الدنيا مقفلة معي. أسأل ربي جل وعلا أن يفتح عليك، وأسأل ربي جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، واعلم أن الله جل وعلا لن يغلق عليك أبدا الرزق، بل سيفتح لك وستجده مباركا. لكن هو الله تعالى ينزله بقدر، لأنه عليم حكيم. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.
فوائد شهادات الاستثمار، عارف شهادات الاستثمار حقيقة هو أنك تضع مال فيستخدمه هو في الربا، يقرضه ويأخذ من صاحب القرض مالا كثيرا ويعطيك الفتات. فهذا وصفه وتوصيفه الشرعي قرض جر نفع فهو ربا. هل يجوز للعجوز أن تصوم إن كانت قادرة؟ المسألة على الاستطاعة. قال الله تعالى أن تصوموا خير لكم إن كانت قادرة، فإن لم تستطع فليس عليها ثمة شيء، إن لم تستطع فليس عليها ثمة شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، ربي يحفظكم من كل سوء. الصديقة لي تريد تتزوج عرفي علشان المعاش لا يروح منها، هل يجوز؟ بشرط أن تكون فقيرة وما عندها ما يكفيها، والذي تزوجته ما عنده ما يكفيها، فلا أن تفعل ذلك حتى تكتفي ثم تعود حتى لا يكون تحايلا. نعم. مامتي حلمت أن عمها المتوفى أخذها إلى المقابر. لا إله إلا الله. موري والدتك أن تصلي وأن تحافظ على الصلاة وأن تحافظ على الأذكار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير الحمد لله، أحسن الله عليكم. أفتوني في رأي إن كنتم من الرؤية تعبرون. يا شيخ أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والله الحمد لله، أو عامة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إن كان على نفس الصفة التي جاء الشرع بها فهذه فيها بشارة خير لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيرني في اليقظة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا عايز أعمل عقيقة لأولادي وسمعت أنه ينفع عاملها في بلدان أفريقيا الفقيرة، هل يجوز ولازم أعملها بمنطقتي؟ نعم هو يجوز، المهم أن يكون ذبحا عنهم على على الغلام شاتين وعن الجارية شات، فإن لم يكن التيسير موجودا فشات لكل واحد يكفي. أسأل الله أن يصلحنا ويصلحكم ويثبتنا وإياكم على الحق. حفظكم ربي وأحسن الله إليكم، وحفظ الله أهل الشام جميعا. لا إله إلا الله. ما تفسير الثلج في المنام؟ ما أدري والله، لعل الله يجعل بردا لك وطهارة وبردا على قلبك. التوحيد أولا، نعم التوحيد، والله التوحيد به النجاة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم نعم، هو كوكب المشترك كمان مش المريخ. التخلص من الوساوس أن تتخذ مفتيا، إذا أفتك بشيء أن تأتي به، أن تفعل به دون أن تتردد ولا تراجعه. والأمر الثاني، الوسواس بلاء، وجب عليك أن تترفع عن البلاء بالتوبة النصوح أو بالاستغفار وبإعادة المظالم، وتكثر من الذكر لا إله إلا الله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي الأمر بفضل الله جل وعلا. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ جميع المسلمين، اللهم أمين. اللهم اشفي مرضانا وتقبل شهداءنا يا رب العالمين، حفظكم ربي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي، حفظكم ربي. وفقك الله لكل ما يحب ويرضى، الجزائر بأسرهم فوق رأسي، وأنا أيضا أحبك في الله، جزاك الله عنا خيرا. أسأل الله أبلغ السلام لجميع أهل الجزائر. فتح الله عليك كل أبواب الرزق، وابشر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. عجوز ما تريد أن تصلي، لابد أن تصلي ولو نائمة ولو مضطجعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يضعون إعلان في شركات السيارات سيارة بالتقسيط، الفائدة صفر، هل هذا حلال؟ قلت هذا
ستجده في مركبة الفضاء في كوكب المشتري. تقول رأيت أنها تسبح في زبد البحر، إياك والفتن فهي أقرب ما تكون إليك، عليك بالطاعة. استغفر الله، هذا من أدبك وفضلك، أنا لك خادم أصلا، أبشر خيرا. وفق الله في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمين. أنا طلبت الخلع لأن زوجي ما في ما كملت، يعني الخلع لا يطلب إلا إذا أعضلك، وإلا إذا كرهت الحياة معه. أما الخلع، أن تطلب الخلع على غير شيء، هذا ما يجوز. المختلعات هن المنافقات. ما نصحتكم لي لنا في حفظ أي صور من القرآن؟ إن استطعت أن تحفظ البقرة وآل عمران فلنعم ما تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يحجان عن صاحبهما في الدنيا في الآخرة. تفضل يا أستاذ عبد الستار، تفضل. لكن هو الستير، اسم الله ليس ستار، الستير. عليكم السلام ورحمة الله. حكم الغسل بدون صابون الماء فقط ولو كنت متسخ، هذا الغسل يرفع عنك الجنابة والحدث، أما بالصابون لا يرفع عنك الحدث. اللي عنده أساوس كما قلت يتوب إلى الله ويتخذ مفتيًا ويكثر من ذكر الله. شكر الله لكم. أتينا رجل وأكل حقي ورأيته في بيتي يحاول يفتح باب الحمام، فأجعل عليها ثعابين خضراء فرجتها الماء فرجعت الثعابين. عامة أنت محاط ببعض الأخطار، فعليك بأن تحتاط لنفسك، والحمد لله أنه لم يصيبك شيء من هؤلاء. أنا خادم أصلا، بارك الله فيك. زواج المسيار يجوز، ليس فيه ثمة شيء. زواج المسيار هو زواج فيه ولي وشهود وفيه المهر ونسب الولد وكل ذلك جائز، ليس فيه ثمة شيء. فقط زواج المسيار هو أن المرأة تسقط حقها في بعض الأمور، فإن كانت هي تملك وتريد أن تسقط حقها احتسابا وتكسب بذلك وتربح ما يرضي الله جل وعلا، فلنعم ما فيه، ليس فيه ثمة شيء. شيخ عم بصلي بس على طول عم بنسى كم ركعة صليت، يبقى لازم تقرأي القرآن، يعني عليك أن تقرأي بعض الآيات تدبرا وبعض تفسير هذه الآيات قبل أن تدخلي الصلاة، وصلي بهذه الآيات. وفي التسبيح ركزي في التسبيح على الله تعالى يتقبل. طيب أتزوج كيف ما يمكن للتسير؟ كن على 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 ثقة من الله تعالى ويقين ترى ذلك. شخص يريد طلب العلم لكن ذاكرته ضعيفة، ماذا يفعل؟ هو عامة الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر، يعني إذا كان الضبط ضبط إذا كان الضبط ضبط كتاب فالأمر يسير، إذا كان الضبط ضبط كتاب فالأمر يسير. المهم أن يكون الفهم عندك ثاقب، وإلا فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الفهم فيما يأتيك، الفهم فيما يأتيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. أنت عبد الحق، وإن شاء الله يكون يجري الله على لسانك الحق وعلى قلبك الحق. أهل المغرب فوق الرأس يوضعون، حفظهم ربي جميعا. أعيش من قريب هندي، أنا لا أفهم السؤال عبد الحق، لو تكرره علي تحسن إلي. أنا متزوج زوجة ثانية في السر، يعني إيش في السر؟ يعني أنت ما أخبرت أحدا؟ إن كان عقد بالولي والشهود فالأمر يسير، ليس فيه ثمة شيء. نعم حلال الشيخ، الله يجزي خيرا. أنا شفت رؤيا أني رايح على الحج، إن شاء الله في خير بإذن الله، خير لك بإذن الله، فيها مطهرة وفيها رفعة وفيها رزق أيضا، تبتغون فضلا من ربكم. المظاهرات هذه خروج، والخروج فيه إفساد وفيه دماء تسيل،
صراحة ما يجوز ما يجوز. كما قلنا بأن هذا خروج، والخروج هذا ما يجوز بحال من الأحوال. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل عقيقة لأولادي وسمعت أنه ينفع أعملها في بلدان إفريقيا. أنا أجبت عن هذا السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العقيقة واجبة أم مستحبة؟ في قول الجمهور العقيقة مستحبة وليست واجبة. قول جمهور أهل العلم العقيقة مستحبة وليست واجبة. حفظكم ربي ويرفع مقامكم ويسر عليكم أمركم، اللهم أمين يا رب العالمين. هل يجوز أن أشتري لعبة الطاولة لغيري؟ ما يجوز، ما يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. رأيت الرسول، شفت في ختم النبوة، قلت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تبشر بخير، لأن النبي قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. معناها أنك تراه إن شاء الله في عرصة يوم القيامة يعني متهللا فرحا بك، أو تراه في الجنة وهذا الأرجح. هل يجوز الزواج من امرأة لم تطلق وهي زعلانة وموجودة ببيت أهلها؟ ما يجوز في حمل الأحوال. هذه زوجة، هذه زوجة، كيف تتزوجها وهي زوجة أصلا؟ غفر الله لك. كذا مرحل بني مولد وأجيب ولد، ربي يبارك فيه، جميل جدا، نسأل الله أن يرزقك الخير كلهم. أملي في الله خيرا تجدين الخير. هل المضارات حلال؟ قلت المضارات لا تجوز لأنها تؤدي إلى مفاسد لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، سفك دماء وتعدي، هذه أمور يعني شديدة جدا. والدتي أخواتها أخذ ورثها، وكمان كانوا منعانها من أنها تزور أمها، وأمها توفيت يزعلانها. رأيك؟ نسأل الله أن يغفر لها، نسأل الله أن يغفر لها، نسأل الله أن يغفر لها. أما أخواتها فغفر الله لهم، هي المفروض الآن تحسن إلى أمها، تتصدق عنها صدقة جارية وتدعو لها كثيرا. دع الله يمن كل سر، أمين رب العالمين. حفظكم ربي وأحسن الله إليك، جزاك الله خيرا أخي. هو طبعا إن وجدته بدون لحية لازم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، إن رأيته لابد أن تراه على نفس الوصف الذي جاء. أسأل الله أن يفرج كربكم وأن ييسر أمركم ويفتح عليكم جميعا. الله اللهم انصر الأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم انصر الأمة الإسلامية، غفر الله لنا ولكم، أمين. ما حكم المرأة العاملة في اختلاط في الرجال مثل هذا الزمان؟ يعني هو الأصل في المرأة، قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. فإن كان العمل عمل على اختلاط لا يؤدي إلى شهوة، اختلاط النساء بالنساء، أو هناك المكتب مثلا يمر وفيه بعض الرجال، إن كانت في إعواز للعمل فالأمر يسير حتى تكتفي، وإلا فلا يجوز. حديث شجون يعني هو يحرك الأحزان والأوجاع. نعم. الزواج العرفي حلال أم حرام؟ ما دام في ولي وفي شهود فهذا نكاح شرعي صحيح، ما في أي شيء، المسألة على الأوراق من أجل الحقوق الدنيوية فقط. تفسير الرؤيا، أخي المضيف يقول لي: لا تبكي وأنا حضنت الرجاء تفسيره. خير إن شاء الله، خير، يكون مطمئنا فيه، وعليك بالدعاء له والتصدق عنه. مالي ليس فيه بركة ولا أعرف كيف أحفظ عليه. أول حاجة لا تعدي. الأمر الثاني انظري من أين أتيت به، يعني هل في شبهة أو في شيء من الربا، فإن الربا يبعثر كل الحلال. أريد حل الالتزام والتوبة، لابد من توبة نصوح، فمن تاب وكان صادق التوبة تاب الله عليه، ومن تاب الله عليه بدل الله سيئات وحسنات. أدعو لي ولأولادي، بارك الله فيك، نسأل الله أن يثبتنا أكم الحق ويرضى عنا عنكم، ونسأل الله أن يرضينا ويرضيكم ويعلمنا وإياكم، ويثبت الخير لنا ولكم وفينا وفيكم. محمد، أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله. قلت زواج المسيار يجوز وليس فيه ثمة شيء. كل المغرب فوق رأسي، أحبهم جميعا والله، ألقوا عليهم السلام جميعا. شخص كثيرا ما يرى حيوان القط في المنام إن رآه أسود فهذا الرجل ممكن يكون ممسوس أو مسحور أو في شيء عنده فيقرأ عليه. اللهم فرج عن سوريا، اللهم فرج عنها يا رب العالمين، اللهم أزح عنها الكفرة وأنت أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا الأخت الفاضلة صاحبة القرآن رضي الله عنك. الحمد لله. إذا كنت أنا مجبور عشان أصرف على أولادي وأعمل فيما هل مكروها كل الدخان والمنكر؟ لا، ما يجوز. أولادك رزقهم على ربك، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اعلم أن الرزق لا ينقطع، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم، صوم عام كامل للتكفير طبعا، إلا الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تسرد الصوم وهذا ليس بخير. خير الصيام صيام داود أن تصوم يوما وتفطر يوما، هذا الأفضل عند ربك. هل حق المرأة الشرعي في الطلاق؟ نعم، إذا كانت المرأة أصلا متضررة لها أن تطلب الطلاق. أنت الذي أنرت وجزاك الله كل خير. هل من يجلس في مصر 10 أيام سكن الدراسة وينزل بلده 3 أيام ويرجع مرة أخرى مع العلم أن من بلده مصر سفر فهل يأخذ حق؟ لا، في 10 أيام طالما زاد عن 4 أيام فلا، إذا زاد عن 4 أيام فلا، فهو مستوطن مقيم يعني. الزوج من فتاة غير ملتزمة لكنها تحب الدين ومطيعة ومؤدبة، إن كانت مؤدبة كما تقول ولها أخلاقيات عالية راقية عض عليها بالنواجذ. المهم في المرأة الخلق، الالتزام يأتي لكن الخلق هو أهم شيء في المرأة. أسأل الله أن ييسر لك حفظ القرآن، اللهم أمين، لكن عليك بالممارسة والضربة وقللي مقدار الحفظ والله تعالى ييسر لك. توحيد الله، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. جانا نحب الشيخ أحمد السعيد في الله والشيخ عمار نريد منه عمل نشاط رياضي للإخوة، فلابد أن نكون رياضيين يا شيخ. ماشي يا عم، كما أنت لاعبا كن عابدا أولا ثم كن متقنا لاعبا. أبشر، سنقول لهم ذلك إن شاء الله. ما الخبر السار الذي عندك؟ دايما أحلم بأني أنجب طفل ذكر، أنا معي ولدين والطفل يكون جميل. قلت إن شاء الله نستبشر خيرا بذلك، يكون عطية من الله لا يكون هما وغما. ما حكم الغسل بدون صابون؟ أنا أجبت عليه. ما قولكم ما يحصل للشعب السوداني من قتل وبطش واعتقالات؟ أنا ما رأيت، يعني متغيب يومين، لكن سمعت عن بعض الأمور. أنا أقول لابد أن نمتنع عن هذه المظاهرات. المظاهرات فيها ما فيها تستجلب كل الفساد، فيها فساد عظيم جدا، سيكون البطش عليهم شديد، فالأولى تجنب هذه. ما يجوز المظاهرات، هذه لا تجوز. ولو كان الإنكار يعني النصح يكون أفضل، وكتابة النصح في أوراق وغير ذلك أفضل، لأن هناك ستحدث مفاسد أعظم مما تكون. لذلك أقول لا يجوز الخروج في المظاهرات. مع حكم الغسل بدون صابون الماء فقط؟ نعم، يرفع الجنابة وأيضا يصلي به بغير وضوء، يعني يصح. سنه صغير يعني مع ذلك أنه إن شاء الله في نعيم. جزاكم الله خير. رأى سيدنا موسى عليه السلام ينظر إليه ومعه مجموعة صغيرة من الناس وهو أطالهم واقفين بجوار البحر في المنام ولم أرى سيدنا محمد، مع علم أني أتبع كل ما أعلمه من سنته وصول دي. هذا لا، شوف أنت بهذا دلالة أنك متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دلالة أنك متبع سنة النبي. عارف تعرف كيف؟ لأن النبي لما دخل على عمر الخطاب ورد بيده التوراة، قطعة التوراة، فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أريد حلا يا شيخ على الالتزام على الطريق. كن صادق التوبة والتزم بالصلاة واجعل وردة من القرآن، ستكون كذلك وفوق ذلك إن شاء الله. في أوروبا متاجر تقدم
كروتا يتمتع صاحبها بمزايا التخفيضات تصل إلى 5% وعروض أخرى، ما حكم ذلك؟ لابد أعرف إيش الكروت هذه، لو ما فيها شيء من الربا القرض الذي يجر النفع صحت ولا شيء فيها، العرض ما فيها شيء. اللهم احفظ أهلنا بالسودان، اللهم احفظ أهلنا بالسودان، اللهم احفظهم حفظا تاما غير منقوص يا رب العالمين. ما تفسير رؤية أخي المتوفى أعانقه؟ أجبت. اللهم ارفع قبضة أي باطش ظالم على إخواننا في السودان يا رب، ارفع مقتك وغضبك على عن هذه الأمة يا رب العالمين. المظاهرات لا تجوز، تفسد وتأتي من فاسد أعظم مما تكون. أنت قلت كوكب المريخ دلوقتي وتقول كوكب المشتري، نروح أني فيهم؟ اجمع بينهما، فالجمع بين الحلوين أفضل لك، أحبك الله الذي احتنى فيه. ربي يرفع مقامك ويحسن إليك يا رب العالمين. جزاكم الله كل خير. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا خلعت زوجي منذ 4 سنوات لأنه كل كان سيء ولا يتصرف بما يرضي الله، يشرب الخمر ولا يصلي، أعوذ بالله، وحتى لا يتأثر به أولادي يعني، ففضلت الطلاق والآن لا زال يريدني ويقول أنه تغير، لكن في الحقيقة لم يتغير، مع العلم أن ابنائي كبار الآن، فماذا أفعل؟ يقول ابنتنا لن تتزوج ونحن مفترقين. الحق لو كان تغير حقا فاتقي الله وارجعي، لكن لم يتغير فلا فائدة. الرهن حلال، نعم الرهن حلال، المهم أنه يأخذ فيه فائدة. الرهن حلال نعم، قال فرهان مقبوضة نعم، فإن آمن بعضكم بعضا فالأدل تمن أمانته. أي طاغوت 5؟ قل الطواغيت كل من عبد من دون الله جل في علاه وتجاوز الحد فهو طاغوت، كل من عبد من دون الله وتجاوز الحد فهو طاغوت. نعم عليكم السلام وبركاته. شغالة دائما أحلم بجن وأنا أقوم بقراءة القرآن خصوصا سورة الكرسي، مش سورة الكرسي، آية الكرسي تقصدين، حفظك ربي من كل سوء، حفظك ربي من كل سوء. عامة التزمي بآية الكرسي واسمعي سورة البقرة، ولو استطعت أن تقرأ سورة البقرة كثيرا هذا حفظ لك إن شاء الله. وقولي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى شيء قدير، 100 مرة حفظك ربي. القطط في المنام ما هي؟ إن كانت سوداء فيكون فيها شيء من المس، وإلا فالأمر يسير. أنا لأني برؤية أني رايح على البيت الحرام بيت الله، رزقك الله ذلك، اللهم أمين رب العالمين. قلت أحزان وأوهام وهموم وغموم، أعطيت عربون لشراء بضاعة والآن عدلت عن شرائها، فهل يعاد لي العربون؟ زوجي رأى في المنام أم المتوفية تأخذه بيده وتقول له أريد أن أخطب لك امرأة، وقال لا إن زوجتي سوف تزعل. قالت له لا مش راح تزعل، وكانت المرأة على حفر جبل عالي، وأعطاها زوجي نقود، لعل الله ينقذها به. ما حكم وضع صور من آيات القرآن في بيت النوم؟ لا ما يجوز، لأن القرآن ما نزل ليتبرك به الإنسان، نزل لينذر من كان حيا، قراءة وتدبر وعمل. أمين ربي أحفظك حبيبي، الله يجمع بيننا في الجنة. حفظكم ربي. لما لقيت رقعة شرعية استفرغت ماء أحمر، أعوذ بالله، أنت شارب سحر فايزة، أنت شاربة سحر، شربت سحر، لا حول ولا قوة إلا بالله. حفظك ربي، حفظك ربي، وكيف أشفى منه؟ كل ما أحمل لا حول ولا قوة، هذا سحر لابد من القراءة عليه، ولابد يعني خذي ماء وقرأ عليه مرة ثانية واغتسلي به واشربي، لابد من راقي، لابد من راقي ويستمر في القراءة. رفع الله عنك هذا، رفع الله عنك هذا، اللهم أمين أمين. الحب حلال حرام؟ الحب حلال، ما في شيء، الحب في ديننا حلال. قال رزقت حبك، قال النبي لعائشة رضي الله عنها رضاه إني رزقت حبك، وفي حديث ضعيف كانت تقول له تحبني؟ أقول نعم أحبك، فتقول كيف حبك لي؟ فيأخذ طرف ثوبي ويعقده ويقول مثل هذه العقدة،
كانت تجلس بين النساء وتقول كيف العقدة، فيقول على ما كانت عليه. أنا بدي دروس فين؟ الدروس بتكون في النت من الساعة 4 كل يوم إلى الساعة 8، الكتب الستة والأصول والفقه والعقيدة بفضل الله الذي فعلها. هل يحق علي الزكاة وأنا مديون؟ نعم يحق لك الزكاة أن تسد بها دينك. أريد حل طلب العلم، لابد أن تكون صادق النية وتذهب تتعلم على يد العلماء الراسخين، هذا الذي يفيدك. أجبتك يا أحمد أكثر من مرة أنا، حتى أني مكان جالس عجبني شمال الملك سلمان وعجبني يمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحفظك يا ياسمين، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ الشام بأسرها، اللهم أمين رب العالمين. طيب هناك يا شيخ، هناك شخص نسي لعبة الطاولة في بيت آخر، فهل يجوز لي أن أجلبها له؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لأن اللعب بالنرد حرام. من لعب بالنرد أو النرد أشير فكأنما وضع يده في دم خنزير. نعم الصدقة تجوز على المحتاج، ما يعني نام على جنب، شو الحكم؟ يجوز أن تنام على جنبك اليمين أو الشمال، لكن لا تنام على بطنك، الحديث جاء فيها وإن كان فيه كلام. أريد أن أتزوج، كيف يمكن لي الدعاء؟ أولا الدعاء، والأمر الثاني اختار الرجل الصالح الذكي النقي صاحب الخلق الطيب، لك أن تقولي له ذلك، يعني تطلبي للزواج، ما فيها شيء. ما حكم السلام على اللي جنبي بعد الصلاة؟ يجوز، لكن لا تقول حرما نقول جمعا وتستديم في ذلك، هذا ليست من السنة. قال حلمت أني قمت بطلاق زوجتي، إياك أن تفعل، الشيطان يتلاعب بك، فلقي خلف ظهرك. أتمنى أن تجلس في مكان لكي لا يقول أحدهم أن هذه فتوى على الماشي. أنا جالس أهو في المكان، أما رأيتني أنا جالس أهو في الآن، يعني الحمد لله مش على الماشي، أنا كنت ماشي حتى لا أقطع الخير، وأنا جالس الآن أهو أمامك، فأخذت بنصيحتك، وأنا الآن الفتوى مش على الماشي، الفتوى على القاعد الآن أهو بفضل الله والراكز والتركيز وكل شيء. يا شيخ لم يكن لي، لم يكن ريم تقول يا شيخ لم يكن يصلي مقبل شبابه ولا يصوم، الآن يصلي ويصوم، هل عليه قضاء الصلاة السنوات الماضية؟ يعني أنا أنصحه أن يكثر من السنن فقط، يكثر من السنن فقط، لكن الصوم عليه قضاء، الصوم عليه وجوبا قضاء، يعني على غلبة الظن كم لم يصم يقضيها في الشتاء، الشتاء غنيمة باردة، يقضي في الشتاء على ما يستطيع، واتقوا الله ما استطعتم. إني أحبكم في الله سامية، أنا أيضا أحبكم في الله، أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، اللهم أمين يا رب العالمين، وفقكم الله لكل خير وبر. هلا أهلا وسهلا ومرحبا. حلمت أني أطوف بين الصفا والمروة، كان الوقت يوم الوقوف بعرفة، هذه مشكلة، لو كنت بعيدة عن السنة فعليك أن تتمسكي بالسنة وتعملي بها. خد والدتي أجبتك يا أحمد جزاك الله خيرا، أجبتك يا حبيبي، قلت لك الحب حلال في ديننا، قال إني رزقت حبك. هتعمل أن من يصلي 6 ركعات بعد المغرب تغفر له 12 سنة مرت؟ هذا حديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا لم يصح. حلم سمكة كبيرة تعوم في البحر، ما هو السمك بيعوم في البحر، حيوم فين يعني؟ رجل كان على سفر ولم يصلي المغرب والعشاء وعاد لبيته متعب ونام ولم يصلي في اليوم التالي، أراد أن يقضي وهو على سفر، فهل يقصر ويجمع؟ لا، يصليها تماما في القضاء، يصليها تماما. وتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني الله تعالى حقا لم يتخذ صاحبة ولدا، فإن الله جل في علاه واحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك فإن الله تعالى أنكر إنكارا شديدا على من نسب له الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
أنت أتمنى أن تجلس. حاضر، أخذت بنصيحتك وفعلت ذلك يا أستاذ حمادة، فعلت ذلك، أنا جالس أهو الآن كأنك لا تراني. أشتغل في محل ولكن أصلي فيه ولا أستطيع أن أكون في المسجد كقبل. صلي جماعة، صلي في الدكان جماعة، نعم لك ذلك. هناك نساء تلبس النقاب في الشارع وتخلعه أمام الأقارب عندما تكون هناك زيارة مثلا، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز، وهذا تلاعب، ما يصح. يقول في الأشهر الأخيرة أصبح القمر مقلوب وازداد نوره وكبر حجمه، الكل لاحظ ذلك منذ مدة، هل هذا من باب انتفاخ الأهلة؟ قد يكون، نعم، وهذه من علامات الساعة، نعم. هل الجن ممكن يقتل الطفل داخل الرحم؟ نعم، لا بد من قراءة القرآن والرقية الشرعية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن تعثروا عليه، نسأل الله أن يحسن إليكم وإليه. اللهم أمين رب العالمين. الله فرج الكرب، تحياتي كل أهل الجزائر. الشفع الوتر على السنة، سنة وليست واجبة، الحنف قالوا واجبة ليست فرضا لكنها سنة على الراجح صحيح. نعم يجوز النوم على الجنب لا على البطن. هل يجوز تقسيم أيام الصيام عند النذر؟ أي لا يتواصل الصيام يوم بعد يوم؟ نعم، إذا كان نظر أن يصوم متتابعا فعليه أن يفي بنذره، يفون بنذره ويخفون يوما كان شره مستطيعا. أما إذا كان نظر أن يصوم فقط فله أن يزيد، أن يصوم متتابعا ومتفرقا. يحلم أنه يتبع أذر مكة ويرى العظماء والسلاطين، سينال الرياسة وينال مالا، ما حكم أن أعيش مع زوجي لا يصلي ولا يصوم؟ الفرق أولى، وهي تفرق يغني له كلا من ساعته. شوف الأشهر نعم أنا أجبت عن هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف التوبة من الزنا؟ الصدق في التوبة من الزنا أن تتوب إلى الله، المرأة توبة نصوحا، وبينها وبين الله جل في علاه صدق في التوبة، من تاب تاب الله عليه، بل يقلب الله سيئاته حسنات، كما قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولا بد من الفراق في المكان الذي حدث فيه ذلك. حفظك ربي أخي الكريم، أنا صايم بكرة إن شاء الله ورايح على الدكتور، صيام ينفع؟ نعم ينفع، ما فيهوش أي شيء، صيامك صحيح. المظاهرات لا تجوز لأنها مفسدة، أيام مفسدة، أنتم ترون بطش واعتقالات ودماء تسيل، المظاهرات لا تجوز. أحمد بن حنبل مع الفتنة العظيمة العارمة لما قال ولي الأمر بخلق القرآن، فذهبوا إليه جميعا الناس جميعا عوام، قالوا نخرج عليه، قال لا أخشى الفتنة، قالوا نحن في فتنة، هو يقول القرآن مخلوق، قال فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم. رزقكم الله بالعمل إن شاء الله والرزق الواسع المبارك، حفظكم ربي. قلت يعني خليها تصلي وتصوم وتحسن إلى جيرانها. العمل في شركة الدخان لا يجوز، الدخان خبيث وماله خبيث. الله يرزقه العمل الطيب إن شاء الله. هذا عمل صلى 6 ركعات، أنا أجبت عنه سلام. الشفع الوتر سنة مستحبة. أنا قلت الزواج العرفي حلال، ما معنى الزواج العرفي؟ هو أن يكون في ولي وشهود لكن مش مكتوب، مش موثق، هذا ما فيه أي شيء، هذا زواج شرعي صحيح. عندي حلم من صغري أن أسناني بتكسر في فمي بتتألم،
الله يمد في عمرك ويحسن في عملك يا رب. إذا فاتتني ركعة أو أكثر أو أقل أجلس مع الإمام أقرأ التشهد كله أم نصه؟ والله قال لو لحقت السجدة الأخيرة عمل إيش؟ أسجد معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يا رب أمين يا رب، اللهم اجعله شفاعة لنا يا رب العالمين. بوركت أخي الكريم أبا عبد الرزاق وفيكم بارك، تفضل تحت أمرك. والفضل يقول رأيت عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، وكنت أجنبي وكانت المأذن تؤذن تصحب الأذان الله أكبر، لأنه سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عند نزولي آخر الزمان. الله يرزق الذرية الصالحة إن شاء الله. ما حكم الأغاني والموسيقى؟ هناك نص صريح من الكتاب والسنة. المسألة مسألة الأغاني والموسيقى فيها خلاف، لكن هناك حديث صريح صحيح في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. نعم تستحق الزكاة. أديت عربون لشراء بضاعة وبعدما مدة عدلت عن شرائها فلع البائع أن يرجع لي العربون أفيدوني؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون وهذا الحديث حسن. شفاكم الله وعفاكم أحسن الله عليكم. نعم أنا قلت يقضي يكسر من النوافل في الصلاة ويقضي الصوم. أنا أشتغل جوال في سيارة، أنا أشغل الجوال في سيارتي في مرات يصادفني تعامل مع نساء، فمن أخذ إيش فلوس أيدينا تلامس بعض، هل ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء. مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، مع أن الشافعية يقولون لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء. قال الله تعالى أو لامستم النساء، هم قرأوها لامستم النساء، والصحيح أن النبي كان يقبل عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويذهب يصلي ولا يتوضأ. توحيد الأسماء والصفات أن تعتقد بأن الله أسماء حسنى وصفات علا كمال فوق كمال، تسمي الله بها كما سمى نفسه وتصف الله بها كما وصف نفسه. نعم ممكن أنا أشتغل جوال سيارتي خلاص بنت. أنا فسرت ما حبيبي رب يرضى عنك يا محمود. طيب إن شاء الله حلمت أني ماسكة ولد مش ابني وأنا ماشية صارت القطط تقعد على رجل بابي وأنا حاولت أحمي وأنا متزوجة. الله يرزق الخير. ما أعرف يوسف، جزاك الله خيرا يوسف. اللهم أمين اللهم أمين يا رب يحفظك أنت بكلية الهندسة، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك يا رب العالمين، نفع الله بك الأمة الإسلامية. الكلاب إن كانت تنبح وتعض فهذا فيه سحر أو شيء من ذلك أو مس. الغسل من الجنابة أن تعمم الجسد كله بالماء، هذا تخرج تصلي. والأكمل في الأجر أن تتوضأ وتغسل رأسك ثلاثا وتصب الماء على جسدك ثلاثا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا سيد نحن نرحب بخنوعك أو بشجاعتك وأنت جهبز
على جهالتك وجهالة الذين أفتوك بذلك حتى تفسد في الأرض. فانسحب من الصفحة وافسد في الأرض كيفما شئت، وسترى الأمر في الدنيا قبل الآخرة. افسد على غيرك أيضا بجهلك وأنت تفعل ذلك. الإمام علي ختن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين، زوج فاطمة رضي الله عنها وارضاه، الشجاع الأمثل للصحابة، الخليفة الراشد الرابع. يكون خيرا. نعم. الوساوس كما قلت فيها ذكر الله وكثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم السنة والقراءة في العمل لشحن الهواتف وعمل المشروبات الساخنة، إذا كان هناك فرق إن كان عمل حكومي أو قطاع، إذا كان صاحب العمل اللي هو المدير يعني يغض الطرف عن ذلك أو تعلم أنه راضي بذلك هو مخول فيجوز، لأن هذا أمر العرف تعارف عليه الناس. عليكم السلام كده. أنا مسلم وعيش في الغرب، مدرسة أولادي تمنع الصلاة في المدرسة وتفوتهم الصلاة، وأنا أقول لهم أغضوا، لم أجد حل غير هذا. بحكم ذلك عمر أولادي 12-14، خلاص 14-12 كبار، لابد من المحافظة على الصلوات. وقت الدرس يقولون للمدرسة أريد أصلي، لا يقضي الصلاة، لابد يصلي على وقتها. حافظك ربي، حافظ زوجك وحافظ أولادك. الله يرزقه بالعمل الصالح إن شاء الله. أختي رأتني في رؤيا أنني حامل وسعيدة، إن شاء الله يكون الفرج قريبا، بإذن الله سيكون الفرج قريبا. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين. جارية تبني أنني أسحر له وأطلب مني عمل البشعة الحرام، نعم حرام، ما يجوز. وضح إذا كانت مزوجات لا تجوز فما الحل مع الظلم والقهر؟ نعم الظلم موجود والقهر موجود، لا كلام. يعني لو التزمنا بطاعة الله جل في علاه، أنا عاصي وأقول وأنصح نفسي وإخوتي، لو التزمنا بطاعة الله والتماس السنة في هذا الباب فإن الله سيغير كل حال. تعلمون جل في عنتها ولا تبتن لخالي البال ما بين طرف عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. اجعل أخاك يلتزم بالطاعة وبالصلاة. ما يجوز الخروج على الأمور، لا يجوز، فيها مفسدة أعظم مما تكون، لا يجوز. وهذه عقيدة السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له أفلا ننابذهم بالسيف، طالما نعرف وننكر أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ما حكم أن يقتل سائح أجنبي في بلاده الأمنة؟ ظالم، قاتل سفك الدم ممكن لم يرح رائحة الجنة، لأن النبي قال من قتل معهدا أو مستأمنا لم يرح رائحة الجنة. ظالم ظلما بينا. اقتراضني في رؤيا حامل وسعيدة، إن شاء الله سيفرج كربه بإذن الله. شاكت تاريخ يوم وقمت بصرف شيك من صريف وأخذ عليه عمولة، حرام أم حلال؟ لو كان من مكان أخرى يجوز. لماذا نحن سرين بالغربة كرهنا بعضنا؟ استغفر الله. اللهم ألف بين قلوب إخواننا الشام يا رب العالمين، وفرج كرب الشام وما فيها يا رب العالمين. آمين. رأيت في العلم أني أجري امتحانا وكان سؤال عن الزيتون، فقلت بعض آيات من القرآن التي توجد فيها كلمة الزيتون مثل سورة التين والزيتون وسورة نور وسورة العام. ما شاء الله، هذا خير كبير لك، لأنها شجرة مباركة فأنت رجل مبارك. حكم زوجة تدخن سيجارة من رائي ثم ضررتها ثم اتصلت لي بالشرطة وطلبت الطلاق، فأتركها؟ يعني استعن بالله واصبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى، لكن لا تجعل القامة إلا لك، القامة لا تكون إلا لك. أمين يا رب العالمين. بوركت يا زيد وبورك أهل العراق جميعا.
اشتغل في فرنسا ولا يسمح لي بالصلاه في الشغل، اصلي صبح في البيت واذهب الى الشغل واعود بعد العشاء، فكيف اصلي صلاتي؟ اترك العمل، العمل ليس مقدما على الصلاه، دعك من الدنيا وما فيها، الدنيا زائله دنيه لا تساوي شيئا، عليك بالصلاه، اتق الله. هو يقول انت تقول الخروج من المحاضرات لا لا يجوز، لكن اذا كان الحاكم ظالم ومتمرد على الشعب واستعبد الشعب ويحكمه بالبكش وقتل وليس في حكم عدل، مثل ما حدث ويحدث في سوريا والسودان بما يرضي الله، ماذا تقول بذلك يا شيخ؟ نعم اقول هذا ظلم بين، واسال الله ان يجعل لنا فرجا ومخرجا، لكن والله لا يجوز الخروج، لان الخروج فيه مفسده والله اعظم مما تكون. قال الامام احمد وهو راس السنه، قال فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم. أحبك الله الذي أحببتني فيه، رفع الله مقامك يا أحمد. اترك العمل، بحلم من صغري من أسناني أنا أجبت، شفاكم الله وعافاكم، أحسن الله عليكم. أنا مسافر في دولة عربية ونفسيتي تعبانة، حاول يعني الغربة طبعا صعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، حاول تتواصل مع أهلك وتنشغل أيضا، لو في بعض دروس في المساجد احضرها ويسر الله عليك. الحمد لله على كل حال. بيع أدوات تجميل النساء إن كانت للبيت وللأزواج جاز ذلك، وإن كانت للشارع فلا يجوز. هل يجوز الخروج على حكم الظالم؟ لا لا يجوز، لأن النبي قال عندما قال له عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننبذهم بسيف، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هل علامات الساعة الصغرى اكتملت؟ أكثر علامات الساعة الصغرى قد أتت وظهرت. حفظكم ربي. طيب الآن الوقت أزف، وأشكر لكم فضلكم، سامحوني قد تأخرت عليكم وأستغفر الله على ذلك، وأشكر لكم حسن استماعكم. ما حكم اللعب بلياردو؟ لأنه لا يخسر يحاسب، اللي يخسر يحاسب، هذه مقامرة لا يجوز، لكن أصل اللعبة ليس فيها شيء. حفظكم ربي، إني أحبكم جميعا في الله، بالله سامحوني على التقصير، بالله سامحوني على التأخر، وأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات. ما أصبنا فيه من الصواب فمن الله جل وعلا، وما أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.